رجال وتقول لا تضحك انا ما راح اضحك الزلم يلا تحدي الضحك واعتبر. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ شكرا طيب الشيء حاكم. اليوم رجعنا مره ثانيه مع الذيب. يا الله والله طلعت يا طلعت يسلمك. اليوم مقطعنا يا شباب شويه غريب جدا من فكره يوسف، تحدي غريب شويه ومنها يعني شويه تنويع للقناه. شو التحدي يا جماعه؟ انا اقول لك لا لا انا اقول شباب التحدي عباره عن شنو؟ حسن يلعب فورتنايت باقل حسن يلعب فورتنايت باعلى درجه حراره بالعالم. تعرفون الكويت على درجه حراره صحيح، وراح يكون اللعب على البحر كذي رمل حر 1000. شنو شروط المسابقه التحدي؟ شروط المسابقه، شروط التحدي شنو شروط اللي حسن لازم يجيب له؟ 3 محاولات طبعا. حلو. لازم يجيب واحده من المحاولات توب 5، يكون توب 5 يعاقبني، ولو ما جاب انا عاقب. العقاب عباره عن شنو يا شباب؟ الله يشلو. العقاب عباره عن شنو؟ طيب الحين شوي يعني توضيح اكثر. يعني انا عندي 3 محاولات فورتنايت، قاعد العب فورتنايت عندي 3 محاولات، لازم اوصل توب 5. اذا ما وصلت توب 5 انا خسران. اذا وصلت واحد جيم من الثلاث محاولات ما عندك مشكله، تبي توصل كلهم اللي تبيه، بس انا يهمني جيم واحد. جيم واحد بس، ايزي ايزي. احنا بنجي قول قول العقاب اللي راح يصير عليك. قول قول العقاب. والله عقاب اقسم بالله حسن. العقاب يا شباب راح يكون اروح انا وحسن على مول طبعا فل ناس، نغني الاغنيه اللي نحبها بصوت عالي كذي بين الناس، بين كل الناس. وشنو وتصور رد فعل الناس كذي؟ شوف رد فعلهم اقسم بالله فشل صوتي هذا. الله المستعان. وانت شتغل امريكي ولا عربي؟ طبعا انا مهنئ قبل. شو رحت تلعب هناك على البحر؟ العب لابتوب ليجن واي 714. لابتوب؟ ايوه لابتوب. ايش فيك؟ نظراتي غريبه ترى. ليش؟ اللابتوب راح يعلق حبيبي. ستوب، خليني اتكلم شوي عن اللابتوب اللي راح استخدمه في التحدي. اللابتوب هذا من نوع الـ RTX Max Q، واهم شيء الكرت الشاشه اللي فيه اللي هو 2070 RTX. انا من لعيبه الكونسول، بس صعب اني اخذ الكونسول للبحر واسوي تحدي، وهذه ميزه اللابتوب بصراحه، اني اقدر استخدم اللابتوب في كل مكان، في قهوه، في مطعم، برا البيت، وهذه ميزه كبيره صراحه في اللابتوب. العب فورتنايت في اي مكان حتى داخل السياره. لا امزح امزح، داخل السيارة ما يصير يا شباب. مع كل هذا وسهولة الحركة، دائما لما العب فورتنايت او ببجي في اللابتوب هذا دائما الفريمات تكون فوق ال 144، غير عن الكونسول اللي ما يتعدى 60 فريم. الزبدة يا جماعة بدون لا كثر الكلام، راح اجرب اللابتوب الان في درجة حرارة مرة عالية، وبالعكس هذا التحدي لللابتوب، ابغى اشوف اذا راح يتأثر، وحتى لو تأثر انا ما اتوقع ان في واحد راح ياخذ اللابتوب في نص الصحراء. وبس يا جماعة لا اطول عليكم البداية، الان رايحين راح نسوي التحدي، الله يعين ان شاء الله خير، ويلا رايحين الان، يلا سلام. تدري بعض المرات لما اكون بالاشاره العب لي جيم فورتنايت طياره طياره على السريع يا ولد، يكون اللي وراي يعطيني يرن يحرك، اقول له شويه توب 5 3 محاولات توب 5 بس. يلا ابشر ابشر، بس انت تراك غلطان، انا استغليتك يا ولد. شو يعني؟ يعني انا جبتك في المكان اللي انا عارفه. او شو شيل النظاره لو سمحت؟ ها؟ شيل النظاره تكلم معي ترى انا. شو يا ولد كذا؟ شيل النظاره. خليني طالع حلو يا لا لا احنا اتفقنا شو ثلاث اقيال. طيب اوصل توب 5 صح؟ طيب ايزي الوضع. شو؟ ازمن بوش زين اسمع. لا ازمن بوش لا حبيبي اهدى. اتفاقنا كان توب 5 اوكي. انا قصدي والله قصدي اقسم بالله. حددت كل شيء؟ لا اسمع اسمع خلص خلص كلام، لا تكثر كلام حبيبي، عشان والله الجو حار بعرق الحين ما لي خل. انا قلت لي ثلاث اقيال، انا ازمن بوش واخلص. شيل اشماغ. شلون؟ اشماغ شيله. لا تستاهل. ايوه والنظارات بعد لو سمحت. اه اي والله. ابي اشوف الجبهه يا عمري اشتقت لها. خلاص يلا امسك. شيل النظاره. شوف الخزه، شيل النظاره لو سمحت. يلا انا بخش جيم ها؟ ما تقعد جنبي يا اخي. لا حبيبي انا داش السياره. ليش؟ ها؟ ليش تدخل السياره؟ اضيق ذاتكي. تبي تروح يعني تتركني؟ الله ما عليك. تبي تطالعني بالسياره بكيف السياره؟ يلا دش. طيب جيب لي ماي يا اخي. الله يعينك. والله حار اقسم بالله، ترى جيب لي ماي. والله كاهل ماي تشوف؟ والله ما تشرب. والله. يلا خليك مع العصير والله. والله ما يمديني اشوف يا جماعه، دخلت كيف بس ما يمديني اشوف. اي كذا افضل، كذا يمديني اشوف، تمام تمام، تفضل تمام. اي اي. ها. شباب بحاول اني اجيب من اول جيم.
والله جو مره حار يا اخي، اقسم بالله صدعت. هي الوسخ داخل السياره ومرتاح. ابزبون ابزبون بالبش. وايد عطشت. طيب ايش، تعال تعال اشرب مره ثانيه يا ولد، اشرب يعني عشان احس نفسي قاعد اشرب. اشرب بالله، اشرب مره ثالثه عشان احس يعني كذا قاعد. بالعافيه بالعافيه. احزان احزان، انقلع انقلع، خل خلص الجيم انقلع انقلع، والله انا تسوي العقاب وافوز، والله لازم اقوى بوش. انقلع داخل، انا سكر الباب. والله انت كلب، والله اقسم بالله كلب ونذل. الحق الزون يا حبيبي، الحق الزون. يلا يلا قربت قربت، وصلت توب 20. اي وصلت توب 20. والله لعبك مو رجولي، والله لعبي مو رجولي، لعبي نسائي. ايوه جوي ما تو قربنا على التوب 10. لا سند خاطري، امسك ما راح اخذه والله. امسك امسك يا ولد، ترى ماي بارد. اقول لا البس البس. والله لو وريه يا جماعة، أقسم بالله لأفوز ووريه بالعقاب. أنا وريه توب 10 توب 10، أنا وريك بالمجمع، أنا وريك. لا 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 هو يا جماعة عصير. يلا يا شباب قربنا، يا شباب قربنا على التوب 5. والله قربنا، والله متحر يا ربي، تكفى يا ربي. يا احترق يا حسن، مايك سيارة حالة توايف. قربنا التوب 5، قربنا التوب 5 يا جماعة، التوب 5. تكفى تكفى بعد عني، تكفى 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 يا جماعة بعد عني، تكفى يا زول تكفى يا زول. التوب 5 ايوه. وين الكاميرا؟ لا كم، تعال صور صور، وين الكاميرا؟ ولا طفت؟ ارتفعت حرارتها؟ تعال حبيب، وين رايح؟ اقسم بالله لا انا اوريك. تعال والله في مويه يا ولد، والله عطشت. يلا يا جماعه اقسم بالله لا تسوي العقاب. روح بدل حبيبي، روح تسبح عادي عادي، روح تسبح ضب، روح تسبح بعدين نمشي بعد ساعتين ثلاث. حسن حسن يا ولد طولت. يلا والله انت ايش فيك مستعجل على التحدي؟ يلا الحين بس دقيقه قاعد يسوي رندي خلاص. يلا كم يبي الرندي؟ لازم ينزل اليوم. كم يبي الرندي هذا؟ اي فيديو اللي راح ينزل هذا؟ المقطع يوم السبت. اليوم المقطع يوم السبت. صدق؟ الحين ما تجي هني؟ كذاب ترى، انا العب برا ما تقدر عادي. الى اين؟ الى اين يا ولد تسوي التحدي؟ جاهز يا ولد؟ جاهز الخير يا ولد، يا ولد ما اكل نعناع وشارب زنجبيل عشان الصوت يا ولد، الله يستر الناس. الله يستر. بس شباب اذا صوتي مو حلو بالله لا تكتبوا بالتعليقات، سلكوا يا شباب. كذيب جاهز يا ولد؟ شوف الناس جاهز يا ولد؟ لو سمحت خلك قريب، احسك قاعد تنحاش منه يا ولد. اقل منطقه فيها ناس لا حبيبي، قدام كل الناس اكثر منطقه معروفه في اقوى ساحه بالافنيو تجمعا. امريكا ولا اوروبا عشان الناس تاخذ وضع عادي. شوف الناس ولا تزوم هذا زين ولك اجل. شوف التحدي راح يكون هناك. شوف عطنا بروف يوسف. الله بالله يعني انت ليش معكرها اجل؟ يعني طلع الاحساس هذا قدام الناس بصوت عالي. يبدي يلا ان شاء الله في ناس، ان شاء الله في ناس. يو يما حبيبي ارجع. يلا حبيبي اسمع 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 اسمع, اسمع. ايوه هذا هو اللي ما يشوف، هذا هو دقيقه يصير فوق السلال. هذا هو حلو حلو حلو، وضعيه تمام، تصوير تمام. الان وقت الاتصال يا شباب، بسم الله ندق عليه. هذا هو دق عليه يعني ما في فوكس، المهم هذه صورته.
وين راح؟ ايوه يلا يا حبيبي رد يا حبيبي ونحط سبيكر يا شباب. قلت له يغني بأعلى صوته يا حبي قفل بوجهي. استغفر الله واتوب اليه. والله يا جماعه والله اسمع خذ هواء خذ هواء عشان تطلع صوتك الحلو. ما راح يصير شيء حبيبي لا طق ولا شيء لا تكبر لا حول ولا قوه. ايوه خذ هواء ايوه جهز وضعك يلا قول غني وطلع صوتك لا تخاف. خلنا ناخذ خطوه ورا عشان اهرب. يلا حبيبي قول بسم الله قول بسم الله وعلي صوتك لا تستهبل ترى علي صوتك ترى بالعافيه نسمع صوتك ترى مكان ازعاج. يلا واحد اثنين ارف اسمع عيد وكرر لا نعيدها مره ثانيه ترى المكان هذا المكان الوحيد ارفع صوتك اخر شيء روح يا اخي قاعد تحك لا تحك لي راسك خلاص قشرت جسمك يا اخي متوتر يا ولد ادري متوتر كافي يا اخوي دقيقه في واحد غطى المكان دقيقه يلا روح ليش تضرب راسك روح يلا واحد اثنين ثلاثة روح هذاك عم تخطر على بالي وبعد ما عزمني الهوى هذاك اقربني من خيالي وعلى بالي نرجع الهوى ابن علي ما اعرفك عشان ولد العجل يا يبا كيف يا ذيب بسم الله 100 شوف لازم تكون مراقب هني ترى احنا مسوي التحدي يعني خاف يجيبونا بعدين اي ام سوري اخ شوف قلت لك بيصير لك شيء ايزي الوضع حبيبي والله العظيم لو حاشته يجينا السكيورتي وبس كذا يا جماعة هذه نهاية المقطع قبل لا أنهي المقطع شكرا لكم من القلب وغير كذا أعتذر من قلبي لأن هذه أول مرة صراحة تعرفون يعني دائما أسجل بالمكتب أصور بالمكتب هذه أول مرة لي أصور برا فأحس كان في مشاكل بالتصوير مشاكل بالصوت وثاني شيء قبل لا أنهي أشكر قوة اللابتوب اللي استخدمته صراحة تخيلوا اللابتوب يتحمل الدرجة الحرارة الهائلة أنا كأنت كإنسان ما تقدر تتحمل فكيف اللابتوب صراحة يعني صدمني اللابتوب يعطيه ألف عافية بدونه كان المقطع الحلو هذا ما كان راح ينزل إن شاء الله المقطع حلو يعني في سؤال ببالي يا جماعة أتمنى تجاوبوني تحت التعليقات وراح أسألكم إياه ليش نشتري الكونسول إذا كنا نقدر نشتري لابتوب نستخدمه لأشياء كثيرة ومتعددة يعني نقدر نستخدمه للعب نقدر نستخدمه للدراسة للشغل واي مكان اقدر استخدمه يعني اقدر اخذه معي مثل ما شفت انا خذيت معاي اللابتوب في اسوأ مكان مع هذا واني ما اخذه بنص الشمس ودرجة حرارة فوق 45 الفريمات كانت فوق 100 الكونسل هو تحت المكيف فريمات ما تتعدى 60 فالسؤال هنا يا جماعة ليش نشتري الكونسل اذا كنا نقدر نشتري اللابتوب حق كل شيء اكتبوا لي اراءكم تحت التعليقات بالاخير يا جماعه ما ابغى اطول عليكم عندي طولت عليكم شكرا لكم على الدعم لا تنسوا زر اللايك حسابي في الانستغرام وصلنا فوق ال 100000 شكرا لكم نقدر نوصل 200 ولا كذا طماع واي واحد عجب اللابتوب او يبي يستفسر عنه او يشتريه فراح تلاقيه في اكسايت بالكويت او بالجرير في السعوديه شكرا لكم يا جماعه ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع وكل عام وانتم بخير قبل ما ندخل العيد سلام عليكم يلا والله تكلم خلينا نخلص بالله يلا شلون نبدي تاخذون البدايه والسلام عليك ورحمه الله ليش ضحك اول تحدي باليوتيوب لا يا زلمه اقوى مقطع في التاريخ اكبر غناء على اكبر غناء في البلد العربي تبى تذاكر يقولك والله خلصنا ابدا نفسك المره والله اعتبرني مو موجود في لي بالكويت في مولات كبيره فيها ناس وكذي اكيد في مولات يعني استهبل كاتس